انه بتجبر العاملين. وانا مش عارفه الحقيقه ايه حكايه اجبار العاملين دي، ان هم واحد يبقى موظف بيشتغل اوريدي وبقاله سنين بيشتغل بقاله سنين، تيجي فجاه تقول توقف له المرتب، تعمل له كده فريزنج للمرتب بتاع الشهر اللي فات بتاعه، وتقول له ما انتش قبض المرتب الا لما توقع على عقد جديد، يا عقد جديد عقد شغل جديد يعني بس بشروط مختلفه عن العقد اللي كان بتاعه، يا اما الجديد بقى عقد استقاله اللي هو فاكرين استماره سته، فاكرين الشركات اللي كانت بتمضي على استماره سته من قبل ما الموظف يشتغل اصلا، عشان لو في اي وقت صاحب العمل عايز يمشي العامل يقدر يمشيه، والدنيا اتقلبت وقال لك ازاي الكلام ده يحصل، والقوى العامله اتدخلت وقالت ده مش قانوني وما ينفعش، قمه عدم الاحترام وتخويف العامل انه يحصل، فاكرين ده؟ طيب خلينا ناخد مع بعض، هنشوف بس دلوقتي الاول او اللي حضرتك شايفين على الشاشه ده دلوقتي، ده عقد اتفاق الاستقاله بين قوسين استقاله، انه في يوم كذا، ده على سبيل المثال شركه كذا اللي هنقول حالا الشركه، وطبعا هنقول كل التفاصيل اهو، ده الشركه ده طرف اول، ثانيا الطرف الثاني اللي هو الموظف او العامل، انه بموجب عقد مؤرخ فيه يعمل الطرف الثاني بوظيفه كذا لدى الشركه، ورغم الطرف الثاني في الاستقاله من الشركه للطرف الاول لاسباب لا تتعلق بهذا العقد. واخدين بالكم؟ يعني انا بامن نفسي كشركه هنا انه انا بمضي العامل على حاجه تقول انا مش بقدم استقاله عشان الشركه غلطت في حقي، ولا عشان في مشكله في العقد ولا اي حاجه، لا خالص، انا حر، انا موظف وعايز امشي. وتقدير هذه الاستقاله لظروفها الشخصيه، بجيب لك عقد وانت راجل بقالك، ده انتوا هتشوفوا كارثه دلوقتي، عامل هيدخل معانا على الهوا دلوقتي بقاله اكتر من 20 سنه بيشتغل في هذه الشركه، 20 سنه من عمره اضاها في الشركه دي، جم قالوا له اتفضل امضي على عقد استقاله، هتكمل شغلك زي ما انت بس تمضي على عقد الاستقاله ده. دي حقيقه حاجه غريبه جدا. بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن احد العمال اللي معانا على تليفون، الاستاذ وليد ابراهيم، وهو احد المطرودين من الشركه المذكوره اللي هيتكلمنا عنها حالا دلوقتي الاستاذ وليد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. قول لي الشركه بتشتغل فيها، قول لي انت ايه اللي حصل معاك بالظبط. هي الشركه دي اولا شركه جديدة للاستثمارات الزراعيه في كيلو 80 طريق مصر اسكندريه الصحراوي. تمام، شركه دينا اللي هي مزارع دينا يعني. مزارع دينا سابقا، وكانت ملك المرحوم حسين بيكي عثمان، واشتراها منه في 2008 الدكتور احمد هيكل، وضمها لمجموعه شركاته اللي هي مجموعه شركات الالعاب. وبعدين اتفاجئنا في اول السنه، الكل فينا يعني جميع العاملين للشركه مستنيين الزياده السنويه عشان خاطر غلاء الاسعار والحاجات اللي شغاله في البلد دي كلها بالكامل، وفي نفس الوقت يعني احنا بنقع في مكان على الصحراوي، وكلنا من المحافظات اللي من اسوان واللي بالشرقيه واللي بالبحيره واللي من المنوفيه واللي من سوهاج، يعني شركه ممثله في جميع محافظات القاهره. فاتفاجئنا ان الاخ اللي هو امر او اللي جايبينه جديد بتاع الموارد البشريه قال لك كل الناس اللي ما زادتش، كل الناس اللي ما زادتش دي اسمائها موجوده عندي لان دي هتمشي. طب مش ازاي؟ انا عايز افهم يعني هل هتمشيني عافيه او هتمشيني غصب عني؟ هو كده الناس اللي ما زادتش، يعني مثلا انا نزل لي 30 جنيه ولا 40 جنيه، في مجموعه نزلها 500 جنيه 600 جنيه، فمن الطبيعي ان احنا هنسال، يعني هنسال الناس دي زادت واحنا ما زدناش ليه؟ قال لك لان في تخفيض عماله. طيب انا راجل مثلا كنت شغال مثلا في محطه انتاج حيواني، وتعرضت لعمليه في القلب وغيرت صمامين، يعني غيرت صمامين. طب ايه اللي حصل معاك يا استاذ وليد الاسبوع الماضي؟ ايه قصه ان انت تعبت وطلبوا لك الاسعاف، جالك اسعاف الشركه نفسه وقلقوا انك يجرى لك حاجه بعد الشر واترميت على في، يعني ايه القصه دي معلش؟ لا القصه دي كبيره وعايز ابلغ النائب العام وكل من هو شارك فيها لازم يتحاسب، لان المفروض انا اساسا لما رفضت ان انا امضي على السياله لانهم عرضوا علي 24000 جنيه، قلت لهم دول اعمل بيهم ايه واخدهم على سنه؟ هاخدهم على سنه يعني هاخدهم بالقسط، فرفضت ان انا امضي على استقاله، رحت اعمل بلاغ في مكتب العمل في الدقي رفض يعمله لي وقال لي انت مش تبعنا، رحت على امال تبع مين؟ قال لي تبع مكتب عمل فيصل، رحت فيصل قال لي برضه انت مش تبعنا، رحت على امبابه لان هو المكتب الام الرئيسي اباني واحد اسمه الاستاذ فارس، قال لي لا هم مش متفقين معايا على كده، هم متفقين معايا ان يدوا كل فرد من الناس دي 90000 جنيه، وروح اتفاوض معاهم.
ده هم يعني مأمنين نفسهم ومخاطبين مكتب العمل مسبقا وقايلين لهم خدوا بالكم في ناس هتجيلكم تشتكي، لان احنا هنبدا نقضي على عقود جديده. مأمنين نفسهم في كل حته يا فندم، يعني مأمنين نفسهم. ارقام البلاغات معاك؟ ارقام البلاغات معاك؟ معايا ارقام البلاغات. المهم ان انا جيت ما رضيتش امضي على استقاله ودخلت شغلي، اتفاجأت ان الاخ بتاع الموارد البشريه او الاستاذ بتاع الموارد البشريه اللي هو اسمه احمد شبانه الرفاعي او احمد الرفاعي شبانه ادى تعليمات للامن تخش تجيبني من جوه. انا كراجل مريض ساعه ما جالي الامن اغمى عليا، فكانت النتيجه ان هم بعتوا لي طياره الاسعاف. هل بتعتقد انه ده ممكن يبقى معناه انه كانت جاله اتصال من، انا بقول يمكن انه يكون جاله اتصال من حد من الثلاث مكاتب عمل اللي انت رحتهم واتقال له جالنا موظف كذا بس رفضنا نعمل له المحضر؟ ايوه يا فندم، هم مأمنين نفسهم في جميع مكاتب العمل واساسا ما اتحركوش. طب ما احنا شغالين هنا بقالنا عمر في الشركه، عمر الناس دي ما عملت معانا كده الا ما خدوا الضوء الاخضر من مكاتب العمل. انما البلاغ اللي انا بتقدم بيه على الهوا دلوقتي ان اسعاف الشركه دخلت خدتني من جوه على اساس ان هي مودياني المستشفى، وراحت واخداني لغايه اتاري التعليمات فدرالهم ان عربيه الاسعاف ما تظهرش، راحت رمياني على الرصيف قدام مستشفى هرمل في مدينه السادات، وجريت في المدينه ما رضتش تقف. اللي شالني يعني واللي انقذني يعني واللي اسعفني الاهالي، وكان منهم محامي من مدينه السادات، هو اللي خدني وطلع معايا تاني يوم، طلع معايا تاني يوم وراح بلاغ، عمل لي بلاغ او بالمعنى الاصح محضر في مكتب عمل الدقي، رقم المحضر 1344. طيب. لسنه 2017، وامبارح ده المصيبه الاكبر ان انا مكتب العمل بلغني والمحامي ان انا ارجع شغلي. طيب. رجعت الشغل امبارح، رجعت الشغل امبارح، جيت على بوابه الامن بستاذن منهم الدخول، قالوا احنا حدانا تعليمات ما تخشش. طب وانت انت جبت منين يا استاذ وليد، جبت منين الانطباع انك هتدخل؟ ما انت من الاسبوع اللي فات منعوا يدخلوك خلاص، ما هي باينه اهي. قال لي عشان تثبت محضرك لازم تروح ترجع شغل عشان مش يريبوك، وتثبت ان هم مانعينك من الدخول. ماشي تمام. جيت امبارح على البوابه. طيب. بستاذن من بوابه الامن عشان مش يعملوا لي مشاكل. فهمت قالوا حدانا تعليمات ما تخشش. طيب ماشي، خليك معايا يا استاذ ابراهيم، من مدير الموارد البشريه زي ما انت قلت. راحوا ضاربين عليه، راح متصل بيا قال لي ارجع مكانك، قلت له انا معايا تعليمات من مكتب العمل اخش الشغل، قال لي لو معاك تعليمات من وزير القوى العامله مش هتخش الشركه. يعني ايه ارجع مكانك؟ ارجع اشتغل يعني ولا امشي؟ ارجع روح. روح امشي. ده الاتش ار، ده الاتش ار دايركتور او المدير الموارد البشريه. الاتش ار احمد دي شبانه لسه جايين بقى له 3 اشهر، واتضح ده ان اللي هو ده اللي طفى عماله شركه المصريين للالبان. طيب خليك معايا بقى يا استاذ ابراهيم وليد بالراحه كده، بس خليك معايا. انا عايز اخد يا جماعه الاول بس الدكتور محيي طنطاوي وكيل وزاره القوى العامله بالجيزه. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل دكتور. انا عايز اسال حضرتك سؤال كده مبدئي، هو الليجل كومبنسيشن او التعويض القانوني اللي المفترض انه الشركه بتقدمه للموظف في حاله ما رغبتها انها تنهي التعاقد او عايزه تغير في شروط العقد او ايا كان، والموظف حقه ان هو ما يقبلش بده، فالمهم وصلت لحاره سد معه وعايزه تمشيه، اليس محددا بالقانون انه شهرين عن كل سنه، ولا بناء على يعني كل شركه عايزه تعمل ايه؟ لا طبعا هو في يعني شروط بينهم وبين بعض في التعاقد، وفي حاجات معروفه في الشركه يجب الشركه في حاله استغناء عن العمال انها تديها كامل حقوقهم. هو انا بس اسمحي لي بعد ما سمعت الاخ وليد ان انا بس اعقب ان ما فيش حاجه اسمها تواطؤ مكاتب عمل مع اي حد. انا بس استاذنه وتليفوناتي مع حضرتك، خلي الاخ وليد يتصل بيا لان هو ذكر ان راح مكتب عمل الدقي ثلاثة والراجل قال له ثلاثة الدقي وفيصل. نعم. وايه يا جماعه؟ راح ثلاث مكاتب عمل وامبابه. علي الدقي. اسمعني بس يا دكتور محيي، انا سامع. الراجل عنده القلب، فالراجل مش يعني أنا كاتب مش انا كاتب قدامي اهو. راح مكتب عمل الدقي قالوا له لا، راح امبابه. راح فيصل قال لا الدقي قال له ده انت تبع فيصل مش تبعنا. راح فيصل لا انت تبع امبابه. دي واحدة مسافة مراجع الشركة لقاهم هناك واخدين الو ان هو ده كان عندنا وعايز يعمل بلاغ واحنا انا اتحفظ مع حضرتك على كلمة الو لي.
انا كمدير ماشي. مديريه ما الله اعلم كده تمام نقول بالزبط. الله اعلم تمام كده تمام انا سالته هل ده ممكن يكون حصل قال لي هو اكد ان ده اللي حصل بس انا برضو بفتح الابواب يعني لكل الاحتمالات الممكنه بالظبط كده بالظبط كده بالظبط كده ادي المديريه دلوقتي على راسها اول مره نعرف بالقصه دي على الاخ وليد ان يتوجه لمكتبي انا شخصيا انا موجود تمام. هيلاقي عندي الاخ المسؤول بتاع الدقي وفيصل وامبابه الله عليك يواجههم قدامي الله عليك يواجههم قدامي زائد انه هو كل اذا كان يتقدم لشكوى لاي مكتب من المكاتب دي وتاخر او تقاعس الموظف عن الاجراءات المعروفه في الحاله ديت هيحل التحقيق وياخد الجزء طيب ده بالنسبه الشق المتعلق بمكاتب العمل، الشق بقى المتعلق بالشركه نفسها هما طبعا انا ما اعرفش هو مرتبه كام وبالتالي ال 24000 دول بيمثلوا كام شهر عن كام سنه، ما اعرفش التفاصيل دي. الفكره انه لو افترضنا بصدق روايته وانه اللي هم عارضينه عليه ده اقل بكتير من حقه، هنعمل ايه يا فندم؟ احنا بنجيب الطرف الاخر بنجيب الاخ بتاع الممثل عن تمام. الشركه بنستدعيه رسمي واخد بالك وبنعمل محضر اقوال وبنشوف الدنيا فيها ايه وفي الاخر احنا بنقول كلمتنا وراينا اللي يخلي العامل لو لجا للمحكمه انه ياخد كامل حقوقه الله ينور عليك انا بشكرك خلاص احنا بنقول حاضر. احنا برضو يعني على الاخ ده انه يتواصل معايا النهارده ودلوقتي حالا وانا مش هسيب القصه ديت وهطمنك وهنجيب هنستدعي الشركه باسرع وهستاذن حضرتك يوم السبت بعد اذنك نتصل بيك على الهوا هنتصل بحضرتك مش بالموظف حتى هنتصل بحضرتك نعرف ايه اللي حصل بشكرك جزيل الشكر الدكتور محيي طنطاوي وكيل وزاره القوى العامله بالجيزه يعني انا كده الحقيقه مطمئنه فير انف زي ما بيقولوا يعني منتهى العداله هنجيب الموظف وهنجيب الموظفين او اللي ماسكين مكاتب الثلاث مكاتب العمل اللي قال عليهم الدقي فيصل امبابه وتحدث المواجهه ده شق الشق الثاني هيجي الاتش ار تعالى يا سيدي العقد اصلا فين حقه ايه ليه ايه وعليه ايه لكن فكره ان انا راجل مريض بقاله اكتر من 20 سنه بيشتغل في الشركه حسب روايته عايز امشيه بالطريقه دي وكمان ما اديهوش حقه لا يعني دي صعبه جدا خليني بس بقى انوه حاجه مهمه جدا لانه حضراتكم عارفين ان احنا في صباح دريم بنكون دايما حريصين على الرد والرد المضاد او يعني الراي ووجهه النظر الاخرى احنا امبارح واحنا بنبحث هذا الموضوع تواصلنا الحقيقه مع اداره الموارد البشريه زملائي تواصلوا مع اداره الموارد البشريه في الشركه شركه دينا او مزارع دينا يعني الحقيقه انه الاستاذ احمد شبانه رئيس اداره الموارد البشريه بشركه مزارع دينا رد بالفعل على زملائي وقالوا له احنا عايزين حضرتك تكون معانا على الهواء في الاتصال عشان حق الرد مكفول وقانونا يعني لازم يكون معانا الطرفين وتقول اللي حضرتك عايزه يعني تأيد الكلام او تنفيه او توضح وتمام وقال لنا هيحصل وبكره انا معاكم على الهوا. الحقيقه انه زملائي عرفوا انه حسب تاكيده استاذ احمد شبانه انه جاله مساء امس تعليمات انه ما يدخلش على الهوا وما يوضحش اي حاجه وما يتكلمش في الموضوع ده. السبت ان شاء الله هنتابع معاكم قصه هذا الموظف لانه مواطن مصري اولا عامل مصري لازم نوفر له ونصون له حقوقه ولانه مريض كمان مش مستحمل يعني ولو هو اللي غلطان في حق الشركه نعرف ان هو اللي غلطان في حق الشركه هنشوف احنا مش هنلحق يا جماعه ناخد القصه اللي جايه انا بعتذر فعلا طيب ماشي اوكي يبقى